لا مدنية الدولة ولا ديمقراطيتهم. الهنود عندهم كل شيء موجود، أديان مختلفة، طبائع مختلفة، ثقافات مختلفة، حتى الأكلات مختلفة والمزيكا مختلفة. لكن يذهب السيسي إلى الهند ويعود السيسي من الهند بصفقة هنا بصفقة هناك، قرض هنا قرض هناك، لكن إزاي تدير انتخابات وإزاي تعمل دولة مدنية ما فيهاش عسكريين بيحكموا منذ استقلال الهند حتى هذه اللحظة؟ دي البضائع والخدمات والثقافة اللي احنا مش هينفع نستوردها من الهند ابدا، على الاقل من خلال هذا النظام. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو جراف ده ونتاكد اننا للاسف تاخرنا عن الهند حتى لو كانت الهند راكبه فيل. طبعا انا معاك يا احمد تماما، احنا للاسف الشديد لا نستطيع باي حال من الاحوال ان احنا نستورد من الهند. اهم حاجتين تقدموا بيهم، هم ما عندهمش حكم عسكري، عندهم حكم مدني، وللاسف ما عندهمش الديكتاتوريه، عندهم ديمقراطيه وعندهم برلمان يمثل الشعوب. وعشان كده تقدموا يا جماعه النهارده، بقت الهند واحنا لازلنا نبرح مكاننا، لم نكن احترس من فضلك مصر تعود الى الخلف. النهارده سعادتك، من ضمن الحاجات اللي تحزنك قوي ان مجلس الوزراء ومركز معلوماته بيتكلمون على ان مصر اصبحت هي مطمع كل الذين يريدون ان يستحوذوا على مشروعات وشركات ومصانع في المنطقه العربيه والشرق الاوسط. يلا يا جدعان، فتح المزاد فتح المزاد، يلا كله اللي عايز يشتري يجي يفضل على مصر. وعشان كده مركز المعلومات في مجلس الوزراء بيقول خلال النصف الأول مصر تعتبر أو تعد أكبر وجهة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيع في التفريط، حوالي 65 صفقة. يعني إيه 65 كيان عندك تم بيعه في إطار الاستحواذ؟ تدخل استثمارات خارجية لكيانات او افراد وتشيل، واحنا فرحانين بده وبنعتبر ده منهج. طبعا ده سعادتك المنشور، انا عايز اقول لك ان الاستحواذ اللي تم والدمج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كله 42.6 مليار دولار. احنا عندنا بعنا 65 صفقه بما قيمته 3.2 مليار دولار. ده طبعا الامارات هي كانت اكبر مستحوذ، استحوذ على حوالي 45% من شركات زي شركه جي بي او 2 المصريه. زي ما انت شفت هناك سباق اماراتي سعودي قطري الان على الاستحواذ. طبعا الامارات فرق، الامارات استحوذت على القطاع الصحي معظمه،
مستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل الطبية، استحواذ مستمر زي ما حضراتكم شايفين من الشركات تحديدا الإماراتية بشكل مبالغ فيه، وتباعا بنقرأ كل شوية الحاجات دي. عندنا طبعا فيديو جراف عن الاستحواذات الخليجية الغير مسبوقة على شركات وأصول مصرية. نشوف حضراتكم هذا النهم وهذا الطمع وهذا الإقبال بعد ما فتح المزاد على بيع مصر، وإزاي الاستحواذ أو يعني أنا طبعا بسموه استثمار أحيانا، طبعا ليس استثمار، بيع شركاتك الوطنية الربحانة ليس استثمار بقدر ما هو تفريط.